مصر بالعربي قوة والعرب بمصر قدرة. تحيا مصر بلد الأمن والأمان، تحيا مصر بلد السلم والسلام، تحيا مصر المنتفضة دائما من أجل نصرة القضية الفلسطينية. فالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي أم القضايا وأمن قومية لا حياد ولا تنازل عنه أو فيه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فعالية اليوم من قلب القاهرة، من قلب المحروسة، من قلب استاد القاهرة الدولي، حيث انطلاق فعالية تحيا مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين. هذه الفعالية التي تأتي باعتبار إنساني في المقام الأول، حيث يتم خلالها بعد وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم من خلال هذه الفاعلية انطلاق العشرات من الشاحنات من هنا من استاد القاهرة وأيضا من محافظة الإسكندرية. هذه الشاحنات هي شاحنات إغاثة وشاحنات إنسانية تنطلق إلى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فيعلم القاصي والداني أن مصر كانت أول الدول تحركا على المستوى الإقليمي وأيضا الدولية من خلال مسارات عديدة، ربما أهم هذه المسارات المسار السياسي الدبلوماسي وأيضا المسار الإنساني. فلا يزايد أحد على دور مصر في القضية الفلسطينية إلا غافل، ولا ينكر هذا الدور إلا حاقد. فمنذ بداية الأزمة في قطاع غزة مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، ضغطت مصر سياسيا وشعبيا من أجل إدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. وبالفعل وبفضل جهود الشباب المصري العظيم الذي أطلق هاشتاج مرابطون حتى الإغاثة من أمام معبر رفح، شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة، ونجحت الجهود المصرية بالفعل في دخول هذه المساعدات من خلال التعاون ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المصري بالتحديد. حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى أكثر من 11,200,000 طن. هذه المساعدات إجمالي المساعدات التي دخلت إلى غزة من معبر رفح المصري، وكان السبب الرئيسي في دخولها الجهود المصرية والضغط المصري الشعبي وأيضا الرئاسي. وبالفعل وصلت المساعدات من أكثر من 30 دولة، ولكن حجم المساعدات وحدها التي أرسلتها مصر هو 4 أضعاف المساعدات التي أرسلتها باقي دول العالم، فهي تقدر بنحو 3,000 طن إجمالي مساعدات 30 دولة من الدول، ومصر 4 أضعاف حجم هذه المساعدات.